بيجي راشدي بيجي براتي بيجي وهبي على جميع شعوب. وبينما تمر منطقة شرق الأوسط في
في مخاض عسير نتيجة تراكم المشاكل وغياب الحلول ومحاولات الهيمنة. تمر علينا الذكرى العاشرة لثورة 19 من تموز. هذه الثورة التي كانت جوابا عمليا على الصراع بين النظام والمعارضة على السلطة، فاختارت ثورة رجعبة انتهاج الخط الثالث، خط إرادة الشعوب وحقها في إدارة نفسها بدون الاعتماد على السلطة المركزية.